قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش إن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية مثيرة للشفقة في مظلوميتها وفي استجدائها للتعاطف. وأضاف خلال تغريدات على تويتر أن موقف الدوحة جاء ضعيفا ولم تستطع دعمه بالأدلة والأرقام في الوقت الذي جاءت مرافعة الإمارات قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام وبينت تأزيفها وضعف أساندها وأدلتها. ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري الذي يقع ضحية سياسات حكومته.